الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي ويشدد على ضرورة الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. خلال انعقاد القمة الخليجية بالدوحة، أمير قطر يعرب عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدنة في غزة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وعشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لنظيره القبرصي بقصر الاتحادية، حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، خصوصا التصعيد في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة. وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن. كما تناول السيد الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع. وقد ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم. وفي هذا الصدد شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لأهم المشروعات بالمصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الأزرع الصناعية التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث تساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير مكونات المشروعات القومية وزيادة نسب التصدير، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية دعما للاقتصاد الوطني.
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للمواني، وأكد أن المجلس الأعلى للمواني يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة والتي تهتم بتنفيذها حاليا في منظومة المواني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية. وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية لإفريقيا 2025. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من مباني ومخازن شركة النصر جسور والتابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية، بما يمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة. عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم. وشدد مدبولي على أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف، موضحا أنه تم إصداره في شهر أغسطس 2022، وتم إصدار قرار بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المارين والمواني البحرية، والذي نص على إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة. عقد قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023. جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض وفي إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة. في إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض، حيث التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية مع قائد القوات البحرية اليونانية وآمر القوة البحرية الكويتية وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له. كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية مع كبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية ونائب رئيس شركة ليوناردو هيل الإيطالية ورئيس مجلس إدارة شركة MBDA الفرنسية والنائب الأول والمدير التنفيذي لشركة روسابرون إكسبورت الروسية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي. كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر وقائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن بالسعودية وأفريقيا ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية. فيما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية.
تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات، مما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية. نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023. شارك في المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة، ووفود رسمية رافعة المستوى من الخبراء والعسكريين وممثل كبرى الشركات العالمية. في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية، نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي تحت عنوان التحديات المسيرات الجوية نظرة إلى المستقبل، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي. وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي لمجابهة التهديدات المحتملة. وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والتي تم فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة في كافة التطبيقات العلمية والعملية. كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلي الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطور الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام، علاوة على الاستفادة من التطور المستمر في مجال أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. رحبت مصر بصدور قرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروضة على الصومال منذ عام 1992، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزم حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقاهرة. يأتي ذلك في إطار مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لمسيرة الإنجازات التي تشهدها البلاد. الحقيقة احنا بندعم سيادة الرئيس علشان احنا مشينا مشوار فعلا ولازم نكمله، لان الحقيقة مصر في المرحلة التاريخية ديت في اشد الاحتياج لان احنا نكمل الطريق بنفس القيادة السياسية علشان نوصل بمصر الى بر الامان. احنا كثفنا الفترة اللي فاتت كاحنا من ضمن الناس اللي موجودين في الحملة الرئاسية قد ايه طبعا حجم الانجازات اللي كانت موجودة والصعوبات بالنسبة للعشوائيات او القضاء على فيروس سي او فيما يخص تطوير ميناء العريش او كل التطوير طبعا اللي حصل كبنية تحتية وعدالة التوزيع الجغرافي اللي بانت بين المحافظات، ان الموضوع ما بقاش مركزي على القاهرة بل بالعكس احنا دلوقتي بنشوف ان جميع المحافظات بيتم فيها التطوير في نفس الوقت. الحقيقه ان حزب حماة الوطن كان له السبق في تأييد ودعم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يأتي هذا الدعم من فراغ،
وإنما نتيجة لإنجازات عظيمة قام بها سيادة الرئيس في فترة رئاسية قصيرة لا تتعدى 10 سنوات. والحقيقة كان ليه دور ولمسة قوية جدا وبصمة قوية جدا في جميع مناحي قطاعات الدولة، سواء التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى أصبحنا من مصافي الدول في هذا المجال. نظم حزب الحركة الوطنية المصرية مؤتمرا بمدينة المنصورة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة وحشد من المواطنين، حيث أكد الحزب أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وتدعم القضية الفلسطينية بكل السبل. ندعو يعني كافة شباب مصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها الحد والاثنين والثلاث القادمين 10 و11 و12 اللي جاي، وندعو كل الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات دي في ظل تحديات وظروف إقليمية تشهدها الدولة المصرية. النهاردة احنا جايين نقول كلمتنا، احنا مصريين، احنا هو قدام العالم هنقدر وهنثبت للعالم قد ايه احنا قادرين، والمصريين دول عظام من طبيعتهم. فالنهاردة نازلين بكل حشد وبكل قوة، هنقف نصطف أمام اللجان، مش محتاج حد يقول لنا ننزل، لا احنا هننزل لأن عارفين بلدنا محتاجانا دلوقتي. بندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة قادمة بمناسبة الأمن والأمان، وأنا بقول للشباب خلي عندكم أمل في بكرة وانزل اشتغل وبكرة أحسن من النهاردة. احنا بنؤيد وبنبايع الرئيس بكل الحب وكل الإخلاص وكل التقدير عشان يستكمل المسيرة اللي هو بدأها بالعطاء والبناء، وإحنا معاه وإحنا وراه وحنأيده بكل قوة، وإن شاء الله الحزب وراه في كل حاجة. أهلا بكم من جديد. نظم حزب مستقبل الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بقرية إبشان التابعة لمركز بيالا بمحافظة كفر الشيخ. شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة. احنا كلنا لازم نرد الجميل لفخامة الرئيس وننزل بأكبر عدد ممكن للانتخابات إن شاء الله، عايزين نحشد الشعب كله للوقوف خلف القيادة السياسية ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. الأهالي اجتمعت عشان خاطر كلها تحضر بسعادة عشان تبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقول إن احنا كلنا هنطلع من بكرة أبينا، وإن شاء الله إن خدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكل نجوع محافظة كفر الشيخ، مش بس وكفر الشيخ هي جزء من محافظات مصر، فإحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. في وسط هذا الحشد الكبير بنأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية من أجل أمان مصر والحفاظ عليها وعدم تدخل أي قوات خارجية تحاول إفساد هذا الوطن. موجودين هنا النهاردة علشان ندعم الرئيس، لأن احنا شايفين الإنجازات اللي حصلت على أرض الواقع من الفلاحين ومن كل في جميع المجالات طبعا، ودي حاجة مش عايزة حد يوضحها، هي واضحة للجميع. احنا كلنا بندعم سيادة الرئيس، بنقف خلفه ونقول له وبنوصل رسالة للعالم كله ان احنا معاك عشان التنمية وعشان وقوف حضرتك خلف القضية الفلسطينية. احنا كلنا بنرعى القضية الفلسطينية وعارفين كل المقدرات اللي حضرتك بتعملها عشان تدخل مساعدات لغزة. استقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحاق، استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وعددا من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعددا من قيادات الحملة الانتخابية للمرشح. أكد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق على أهمية التعبير عن الرأي داعيا أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات وعدم التكاسل. من جانبه أكد المرشح الرئاسي فريد زهران على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية بمصر وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري خاصة في مجال الثقافة والتعليم.
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يماما عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي بمسقط رأس المرشح الرئاسي بقرية منيا الشيحة بالجيزة. وقال المنسق العام للحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر، ومنها اختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيا الشيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر. وأضاف أنه تم تعليق البنرات وصور ودعايا للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في شوارع الجيزة والقرى المحيطة. قامت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بمحافظة الشرقية بزيارة مقر الحملة المركزية. جاءت الزيارة لمناقشة كافة التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الرئاسة بالداخل الأسبوع المقبل. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن المجلس سيواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية. وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن المشاركة بالتصويت حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد، مشددة على ضرورة عدم التنازل عن هذا الحق. رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024. دورك كان عظيم ومشرف، ورفعتي رأس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت، والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم. ده حقك وحق البلد عليكي، وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك، وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر. يلا شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد، وصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها. صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة، ومصر بيكي أقوى وأجمل. دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة. انتهت محافظة القاهرة من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 8,236,761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين. كما انتهت المحافظة من إعداد غرفة عمليات مركزية، حيث سيتم المتابعة من خلال وداخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وذلك للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة. كما سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مارينا سامي، مديرة وحدة الإعلام في مؤسسة ماعت والمنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية. بداية وبعد التحية، كيف تتابعين وتشاهدين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية؟ مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. طبعا احنا بنقدر جهود الهيئه الوطنيه للانتخابات بكل الاجراءات وبكل القواعد اللي هي قدمتها لسير العمليه الانتخابيه. كمان احنا في ائتلاف نزاهه بنتابع جميع مراحل العمليه الانتخابيه، وتابعنا مرحله تصويت المصريين في الخارج من خلال المتابعين الدوليين الأعضاء في الائتلاف في 34 دولة. كمان المتابعين الدوليين بدأوا وصولهم للقاهرة من النهاردة،
ويوم 7 ديسمبر إن شاء الله يكون اكتمل عدد المتابعين الدوليين. خلال الفترة القادمة عملية المتابعة بتاعتنا إن شاء الله هنتابع في 10 محافظات، هنزور حوالي 2400 لجنة فرعية من أصل 10,000 لجنة على مستوى الجمهورية، يعني حوالي 24% من عدد اللجان الفرعية الموجودة في مصر. كما يتم تقسيم المتابعين الدوليين الأعضاء في الائتلاف على 16 فرقة، كل متابعة من المقرر حوالي 5. ما تم رصده يعني من خلال ائتلاف نزاهة لمراقبة وضمان سير العملية الانتخابية في تصويت المصريين بالخارج، يعني أهم هذه الملاحظات وما تم رصده من ائتلاف نزاهة؟ طبعا احنا ائتلاف تبع ايام الانتخابات 2 و3. نعم استاذة مارينا، يعني الصوت غير واضح، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة مارينا سامي مديرة وحدة الإعلام في مؤسسة معت والمنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة، شكرا جزيلا لك. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدن الإنسانية في قطاع غزة وتنفيذها والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. جاء ذلك خلال كلمة أمير دولة قطر في افتتاح أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة. نحن ندعو مجلس الأمن ولا سيما أعضائه الدائمين إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، ونحن نعمل باستمرار على تجديدها وعلى تخفيف على أهلنا في القطاع، ولكن الهدن ليست بديلاً عن الوقف الشامل لإطلاق النار. وكان ممكن توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني وأن زمن الاستعمار قد ولى. تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تواصل الجهود المبذولة لتفعيل هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس. بالنسبة لموضوع المفاوضات، دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتبادل السجناء الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي. للأسف يعني واجهتنا بعض التحديات التي أدت إلى توقف هذه الهدنة وعدم القدرة على تمديدها. طبعاً ما زالت الجهود مستمرة وما زال التنسيق مستمر مع شركائنا سواء كان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي الولايات المتحدة. ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مخرجات القمة الخليجية في دورتها 44 والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدها على ضرورة إنهاء الحرب على غزة. أكد العسومي على الدور المهم للوساطة المشتركة لمصر وقطر والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة،
وأشاد العسومي بإعلان الدوحة الذي صدر عن القمة، والتي تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة، وفي ظل استمرار أوضاع مأساوية غير مسبوقة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مخرجات هذه القمة تأتي استكمالا لمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة. واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات. وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة. قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع قتالا صعبا في المرحلة الجديدة من تصعيدها على قطاع غزة. وفي إفادة للصحفيين قال متحدث الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل منفتحة على أي رأي إيجابي بخصوص خفض الضرر الواقعي على المدنيين بما يتسق مع هدفها بشأن تدمير حركة حماس في غزة. ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. طائرات الإغاثة الدولية تواصل توافدها على مطار العريش الدولي، وحملات التبرع بالدم تتواصل بمحافظات الجمهورية دعما للأشقاء في غزة. استشهد شاب فلسطيني في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بقنبلة استخدمتها قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله. كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 39 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بينهم سيدتان وعمال من قطاع غزة. أدانت فرنسا مجددا وبأشد العبارات الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل وجود قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ التدابير اللازمة ودون أي تأخير وفقا لمسؤولياتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية. كما شددت الخارجية الفرنسية على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دورا لوقف هذا العنف الذي يقوض فرص السلام. أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. أشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 5 جنود خلال الساعة 24 الماضية.
وبركاته. دمرت غارة جوية إسرائيلية دارا للأيتام الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت توسع فيه قوات الاحتلال هجومها البري وتقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة. في غزة القصف الإسرائيلي في كل مكان، لم يسلم منه أحد، لا البشر ولا الحجر، بل حتى دار الأيتام. فهنا في مدينة دير البلح وسط القطاع دمرت غارة جوية إسرائيلية دارا للأيتام الفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت توسع فيه إسرائيل هجومها البري وتقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة. ومع تزايد وتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع، أضحت أجزاء أكبر من المنطقة المعزولة غير صالحة للعيش، حيث تسببت الحرب بالفعل في مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة، البالغ عددهم 2,300,000 نسمة، والذين لم تعد لديهم أماكن آمنة للذهاب إليها، في حين أن مستشفيات قطاع غزة بات معظمها خارج الخدمة، ويعمل الأطباء وسط ذوي الانفجارات محاولين إنقاذ أرواح ضحايا القصف المصابين. ومع عدم توفر القدرة على استقبال جرحى داخل المبنى، يقوم العاملون بالمجال الصحي بمعالجة المرضى على الأرض، وأصبح إنقاذ حياة بعض الوافدين المصابين بإصابات خطيرة مهمة شبه مستحيلة. يعني ناس برا وناس جوا مخلية في قلب الموقع، موقع السنفور، تم الاستهداف جنب الموقع بالضبط. هناك إصابات من أولادنا وكانوا موجودين، يعني اللي مخليين برا وإحنا بقينا. هذا كله يأتي وسط تحذيرات الصحة العالمية عن أن الوفيات بسبب الأمراض وانهيار النظام الصحي بغزة قد تكون أكثر من تلك الناجمة عن القصف، ليواجه أهالي فلسطين مصيرا مجهولا. يتواصل توافد طائرات الإغاثة الدولية على مطار العريش الدولي دعما لأهالي قطاع غزة. هذا ووصلت طائرتان من إيطاليا على متنهما وفد لتفقد إمكانية إقامة مستشفى ميداني في غزة، كما وصلت طائرة من الأردن وطائرة من الكويت محملتين بالمساعدات. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وتأتي الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. النهاردة عاملين الحملة، والحملة قائمة لمدة 3 أيام هنا محافظة البحيرة، وفي أكتر من نقطة تجمع، وإن شاء الله بإذن الله الحاجة توصل لأهلنا في فلسطين في القريب العاجل حالا إن شاء الله. في حشد الحمد لله كويس جدا، يعني الناس كلها بدأت من أول الساعة 8 الصبح بدأوا لهم يتبرعوا من أهلنا في فلسطين، فكل الدعم اليوم بإذن الله نحن نقدر نوصل لهم جميع المساعدات الغذائية والإنسانية، وبإذن الله توصل لهم جميع الأكياس دي. جايين علشان ندعم إن شاء الله وندعو الشعب المصري المساهمة في أقل شيء يمكن أن نقدمه هو التبرع بالدم إلى إخواتنا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يثبتهم. جيت النهاردة عشان أتبرع بالدم دعما لأشقائنا في غزة ودعما للقيادة السياسية اللي توجهها دايما أن هي تدعم إخواتنا في فلسطين. بنتبرع بالدم كلنا لدعم غزة وفلسطين واللي بيحصل في تنديد في غزة. كلنا شباب موجودين، شباب دمنهور، شباب محافظة البحيرة كلهم على قلب رجل واحد. شرف كبير جدا ليا أن أكون موجود في تلك القافلة اللي أقامها التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة، اللي بتستهدف طبعا تقديم خدمات الدم اللي بإذن الله سوف تتوجه إلى قطاع غزة لخدمة أهالينا هناك بالقطاع. جايين نتبرع بالدم عشان غزة وعشان فلسطين، شباب البحيرة كلها موجودين هنا، بنتبرع كلنا بالدم عشان فلسطين.
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وتأتي الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. جيت براتب الدم لصالح اخواننا في غزه. الاقبال كان كويس كتير معقول، ودي رساله بوجهها لكل الشباب ولكل اهل مصر ان هم يسارعوا، لان اهلنا في غزه في احتياج كل قطره دم، نقطه دم. في اقبال ان شاء الله على التبرع، واحنا عمالين نتصل على اهالينا وان هم يجوا يتبرعوا بالدم وعلى جميع الكره، وباذن الله ان احنا ربنا كل دي ده لدعم لاخواتنا في فلسطين. عرفت ان في حمله للتبرع بالدم لمصابي غزه، جيت وواقف من الصبح على مجزور الجو اتبرعت الحمد لله. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وتأتي الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. الإقبال بسم الله ما شاء الله، احنا يعني المواطن المصري يعني ما بيتأخرش، من أول ما بدأنا بادئين من الساعة 9 صباحا وفي إقبال شديد وإقبال من الشباب كمان، ودي حاجة نشيد بيها الشباب المصري. تحالف الوطني عمل حملة تبرع بالدم لإخواتنا اللي في غزة والتضامن مع إخواتنا اللي في غزة، ما شاء الله النهارده في اقبال كبير من السيدات ومن الشباب. الحمد لله احنا من اول ما بدانا اليوم الحمد لله الاقبال كويس من الناس. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل كذا حاجه، كذا حمله تانية، والحمله دي النهارده مش بس في ميدان المؤسسه، هي على مستوى ميدان الجمهوريه في حاجه في جدول بنزل بيها، واحنا الحمد لله عملنا دعوه كويسه للحمله على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. نازلين بالتنسيق مع التحالف الوطني حمله التبرع بالدم. الهدف طبعا من الحملة دي المساهمة بشكل رئيسي في إنقاذ الحالات، إنقاذ المرضى. والآن ننتقل مع حضراتكم لجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا دينا وشكرا شروق. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للمرة الثانية خلال شهور مجموعة من شباب فريق شركة انطلاق المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال. يهدف اللقاء إلى استعراض تقرير يتضمن سردا شاملا لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة. وعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة انطلاق التي تعمل في مجال مهم للغاية، وهو مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة أن هذا هو توجه الحكومة الآن، إذ يعد هذا القطاع محركا أساسيا للاقتصاد. شهدت فعاليات قمة كوب 28 للمناخ المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مع كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وكشفت مصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي والأزمات الخارجية المحيطة.
وأكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلف الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة على هامش مشاركته في COP28 بدبي تحت عنوان دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي. تواصل الحكومة شن حملات رقابية مكبرة وموسعة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة. في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، تواصل الحكومة شن حملات موسعة للتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار، إلى جانب مكافحة الغش بكافة صوره وأشكاله ومراقبة جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. شن حملات على مستوى الجمهورية، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية كلها، لا يخفى على أحد الوضع الحالي في الأسواق من تذبذب الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، قيام بعض التجار بحجب السلع وبغرض طبعا تعطيش السوق ورفع السعر. الغرض من الحملات هو ضبط كل المخالفين، التجار اللي بيقوموا ببيع السلع بأزيد من السعر المعلن، تبقى طبعا ده في مخالفة تبقى لقانون حماية المستهلك، أو تخزين كميات كبيرة من السلع بغرض طبعا تعطيش السوق في الفترة دي ورفع السعر وطبعا حجب السلع للتداول عن الجمهور. تلك الحملات تأتي مع مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك للتعامل بكل حزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية. اللي بنستهدفه دلوقتي، احنا دلوقتي في الوضع نظرا للأزمات اللي موجودة زي السجاير والسكر والرز، فبنستهدف المواد الغذائية أكتر، المخازن، المحلات سوبر ماركت اللي مخزن سكر ومش عايز يبيعه، المخازن السكر، ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، المصدر السلعة انت جبتها بكام وبيبيعها بكام، مش بنقيس هامش الربح هل هو مبالغ فيه جدا. بيختلف التفتيش على حسب النشاط، لكن احنا بنركز في ان هو سواء كان بيبيع سلعة او بيقدم خدمة على الإعلان على السعر، سواء السلعة او الخدمة اللي بيقدمها. في حالة السوبر ماركت احنا بنخش نشوف هل هو ملتزم بالإعلان عن أسعار المنتجات ولا لا، ونشوف إذا كان منتج مكتوب عليه سعر هل هو بيبيع بنفس السعر المكتوب على المنتج ولا لا. حملات مستمرة في إطار خطة الدولة للتفتيش على الأسواق وضمان منع وقوع جمهور المستهلكين تحت مظلة الإضرار بصحتهم وسلامتهم، إلى جانب التأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط استقراراً إثر تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% ليسجل 78 دولاراً و2 من المائة سنت للبرميل. كما سجل أيضاً أو ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% ليصل إلى 73 دولاراً و9 من المائة سنت للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 1.3% لتسجل دولارين و74 سنتاً للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل دولارين و82 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة مودز توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني من مستقر إلى سلبي،
على خلفية مديونية ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح مودس أن قرار تغيير التوقعات إلى سلبي يعكس مؤشرات متزايدة بشأن الحكومة والقطاع العام عموما، وأكدت الوكالة أن هذا يطرح مخاطر كبرى على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية، مشيرة إلى نمو اقتصاد أضعف وصعوبات في القطاع العقاري يواجهها العملاق الآسيوي. نهاية أخبار اقتصاد، من جديد أعود إلى شروق ودينا. شكرا لك محمد عبد الله. وختم نشرة السادسة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي ويشدد على ضرورة الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. خلال انعقاد القمة الخارجية بالدوحة، أمير قطر يعرب عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدنة في غزة. كيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وعشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان. انتهت نشرة السادسة، دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.